السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبقا للكود ايزو 19650 فهو بيقسم اللي موجودين في المشروع ل A و B و C. A ده اللي هو appointing party، وده مفروض القادة بتوع الإدارة أو المشروع اللي هو غالبا بيبقى الكلاينت، يعني كان المفروض يسمي كلاينت وخلاص، لكن هو لازم يحط كده أسامي جديدة. ده الايه، ده الاساسي. وبعد كده عندي الليد ابوينتمنت بارتي، ده اللي بيكون الكوردينيتنج بين الاقسام المختلفه والشركات المختلفه والدليفري تيمز المختلفه. وبعد كده عندي السي اللي هو ابوينتد بارتي، ده اللي هو الكونتراكتور والسب كونتراكتور والسبلاير والكونسلتنت وبقيه الاطراف. فهنلاقي عندنا الابوينتنج بارتي اللي هو الكلاينت او العميل، ممكن يكون شخص او هو عنده شركة او عنده تيم كامل لادارة المشروع، وهو بيكون مسؤول عن انه يحدد ايه الانفورميشن ستاندرد اللي الناس هتشتغل بيه، البروتوكول اللي هتشتغل بيه، اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت الاي اي ار البروجكت ليفل هو برضو مسؤول عنه، مسؤول ان هو يحدد ايه المطلوب في المشروع البروجكت انفورميشن ريكويرمنت، يحدد المشروع ده ايه اللي هتشتغل بيه ازاي، الكوماند داتا انفايرمنت اللي هتشتغل بيها. فهو لو بصينا على المشروع فبنلاقي ان هو في الاول هو اهم حاجه طبعا، لان هو اللي بيحدد الاحتياجات بتاعتنا والمشروع المفروض هيبتدي ازاي، وبعد كده هيدعو للتندر، وبعد كده في المراحل اللي هي مثلا تندر ريسبونس مش هيكون مسؤول قوي، انما في الابوينمنت هيكون هو اللي هيستلم بقى فيتاكد ان هو المشروع ده شغال كويس. وفي الاخر في الانفورميشن موديل ديليفري في البروجكت كلوز اوت هيكون هو المهم يوافق على المشروع، والا لو ما وافقش على المشروع كل اللي اتعمل ده مش هيتقبل وهيتم الاعاده بتاعته. فهو ده الملك في اول المشروع هو اهم حاجه، لكن في المراحل التشغيلية والمراحل التفصيلية هو مش هيكون متدخل قوي، لكن اهم حاجة انه في كل مرحلة في التسليمات يوافق على المرحلة دي عشان تنقل المرحلة اللي بعد كده. في اخر المشروع لازم هو اللي يستلم المشروع. بعد كده هنروح للليد ابوينتد بارتي، وده هيكون هو المين كونتراكتور او ليد مانجمنت كونسلتنت، هو هيكون الشخص المسؤول عن الكوردينيت بتاع المشروع والتنسيق بتاع المشروع، وممكن يكون شخص او هو طبعا بالشخص يعني بيكون شركة صغيرة او في كذا حد بيكون لو مشروع كبير بينسق ان هو يستلم المشروع وينسق بين الاقسام، بيكون هو بيدخل في الحاجات التفصيلية، هو اللي هيحط البيمكشن بلان، هو اللي هيلخص كل شخص بيتعاون معاه ايه اللي مطلوب منه، بحيث ما حصلش ان الاتنين يكون مطلوب منهم نفس التاسك. هو اللي بيعمل الريسك ريجستر، السجل بتاع المشاكل اللي موجوده وازاي ان احنا نحلها قبل ما تحصل، وبيحدد كل حد هنستلم منه ايه وايه المستوى اللي احنا بنستلم بيه. فلو جينا نبص كده هنلاقي الانفورميشن ستاندرد دي اللي هيعملها الابوينتنج بارتي او المالك او الجهه اللي بتمثل المالك، انفورميشن برودكشن ميثود اند بروسيدر برضو الابوينتنج بارتي، information protocol exchange information requirement. هيبدأ بقى lead appointed party اللي هو coordination يعمل permission plan، يعمل exchange information requirement appointing level master information delivery plan. فلذلك هو مش هيبقى موجود هو في assessment and lead، لسه المالك محددش. وبعد كده في invitation to tender هيبدأ بقى دوره من التندر ريسبونس، هو خلاص المالك اختاره ان هو اللي هيبقى مسؤول عن المشروع، فهو بقى اكتر حاجة مسؤولة، وبوينتينج برضو مسؤول وهيستلم ويسلم، والموبيلايزيشن والكولبريتيف والانفورميشن موديل ديليفري. في البروجكت كلوز اوت دوره بيبقى مهم لكن اقل شوية، لان الاهمية الكبيرة في ايد المالك. ففي البروجكت كلوز اوت هو بقى المفروض المالك هو اللي بيوافق على الحاجات اللي بيستلمها منه. بعد كده هندخل على الابوينتد بارتيز اللي هو سب كونتراكتور او سب كونسلتنت، شخص او مجموعه او شركات بتتعاون ان هي تنفذ المشروع.
فلو جينا نبص هنا نفس اللي احنا قلناه قبل كده في الابوينتد بارتي والليت ابوينتد بارتي. هندخل بقى على الابوينتد بارتي، هو اللي هيبقى مسؤول عن التاسك انفورميشن ديليفري بلان، هو اللي هيبدا يعمل الشغل ويسلمه للليد ابوينتد بارتي. فهنا في الاول هو ما كانش متحدد لسه، المالك ما اختارهوش، وبعد كده هيبدا بقى يشتغل مع التندر مع الابوينتمنت مع البولايزيشن. هو اساسي اهم حاجه بالنسبه له الكولبريتيف انفورميشن موديل ديليفري، ده الدور بتاعه بيبقى عالي جدا. والبروجكت كلوز اوت لازم يسلم كويس جدا للمالك وللليد. فلو جينا نبص هنا للصورة دي هلاقي appointing party هو طبعا أعلى حاجة، وبعد كده لما نيجي ندخل بقى في مرحلة التندر ال appointing party خلاص مش هيدخل في التفاصيل، لكن lead appointed party هو اللي هيبدأ يمسك الشغل وهو اللي هيبدأ يستلم من ال appointed party. وبعد كده في ال appointing برضه هو دوره حتى الآن أعلى حاجة، وفي ال collaborative وفي ال information model delivery. لكن في البروجكت كلوز اوت هو بقى الابوينتنج بارتي المالك هو دوره بيبقى اكبر حاجه، هو بقى اللي المفروض يوافق او يرفض الشغل. يبقى هنا الابوينتنج بارتي المالك بيعين من الليد ابوينت بارتي، وهو بقى اللي بيليد بعد كده الليد ابوينت بارتي، هو اللي بيليد الابوينتد بارتيز المختلفين.